مباراة النهاردة شفتها ازاي يا كابتن وائل؟ شوط واحد. شوط واحد، شوط الأول. يعني الشوط الأولاني شوط جيد جدا. من الفريقين. صح. ما كانش في حد مستحوذ على التاني. مش هقول إن جيم مفتوح قوي، لكن في فرص. يمكن الإسماعيلي بادر بفرصة في الدقيقة 2 اللي أنقذها محمد عواد اللي هي من مدبولي. رد عليه نادي الزمالك في الدقيقة 7 فرصة أوباما أنقذها برضه محمد فوزي. لما نتكلم على مجمل الشوط الأولاني، لا شوط حلو. في أربع فرص لنادي الزمالك، أربع فرص للإسماعيلي. في هدف لنادي الزمالك. التوفيق حالف نادي الزمالك بضربة الجزاء، ولولا طبعا ضربة الجزاء والهدف اللي جه كان ممكن الأمور كانت تختلف شوية. نادي الإسماعيلي حاول، ويمكن زي ما قلت لك أربع فرص فيهم اثنين في العارضة أو ثلاثة في العارضة، فرص كانت خطيرة. نادي الزمالك نفس القصة، رد برضه بثلاث أربع فرص فيهم طبعا في واحدة لزيزو بالعرض لو حطها بدماغه كان ممكن تيجي جول. أكمل طب ولا إيه؟ لا أنا لازم أخطفك في النص كده. اوباما، بص اوباما لسه ما جابش مستواه بصراحه، يعني مش هو اوباما اللي كان بادئ من سنه او سنتين. مش هو ده اوباما. اوباما كان ليه دور مهم جدا في نادي الزمالك، لكن يمكن الامور معاه ممكن تكون مش احسن حال. لكن النهارده كان بيحاول برضه، لكن مش هو اوباما. اوباما عنده احسن من كده بكتير بصراحه. كمل. انا قطعتك بس في النص عشان انت قلت اوباما في النص، فحبيت اسال على اوباما. فاهمني. فطبعا زي ما قلت لك شوط حلو جدا، كلنا استمتعنا بالشوط الاولاني. زي ما قلت لك فرص في محاوله هنا ومحاوله هنا. التوفيق حالف طبعا نادي الزمالك زي ما قلت لك بضربه جزاء. وخد بالك هي دي اللي بيلعب عليها فيريرا، ان هو دايما بيحاول يخلص في الشوط الاولاني، ودايما سبحان الله بيبقى عنده توفيق كتير قوي في حته ضربه الجزاء او يجيب هدف في اول الشوط، وبعد كده بيقفل الدنيا. خد بالك الاسماعيلي فاجئنا بادائه. الاسماعيلي اصلا خد بالك بيلعب النهارده والامور مستريحه معاه. يمكن الاسماعيلي بقى له فتره. لا لا، الكابتن اسامه النهارده، الكابتن اسامه نبيه بعد المباراه قال لك اللي خلى الاسماعيلي النهارده شكله كويس انه شبه ضمن خلاص البقاء في الدوري الممتاز، فخلى المباراه بالنسبه له مركز مع المباراه، مركز مع كاس مصر كلام، مركز مع الدوري.